الله الرحمن الرحيم. إدريس عطية، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتخييم. أنا كلفت بالإشراف على تكوين المكتب الجامعي، المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة سوس مسا. الحمد لله كان حضور مشرف، كان تمثيلي ديال أغلبية إلا ما أقول الجمعيات اللي كتنشط بالجهة، طبيعة الحال بجهة سوس مسا. كانت واحد اللجنة تحضيرية اللي تكونت من بعد ما داروا اجتماع موسع مع الجمعيات، وتكون مكتب ديال اللجنة التحضيرية هو اللي حضر هذا الجمع العام، اللي عرف الحمد لله المشاركة ديال هذه الجمعيات بالجهة. وكما شاف الجميع الحمد لله راه عرف تكوين ديال مكتب للجهة، وغادي يكون ان شاء الله من بعده تكوين ديال اللجان، خاصه لجنه الحكمه ولجنه التكوين ولجنه التخييم. المؤكد بانه عمل تربوي هذا جمعوي، كانت نقاشات، كانت الديمقراطيه تفتح المجال للجميع باش يدخل باش يقترح على اساس باش يكون العملية شفافة ونزيهة ومشاركة الجميع. مع الأسف انسحبت جمعية، هذا حق، هذا حقها، انسحبت مع الساعة السادسة، شاركت في البداية ولكن انسحبت مع الساعة السادسة، هذا من حقها. ولكن باقي الجمعيات كملوا الاجتماع ديالهم بحضور الممثلين ديال الجمعيات بأكملهم، والحمد لله اللي كيبقى بين الجو العام كان أخوي تربوي. وكنهني جميع الجمعيات بالمنطقة على الروح التربوية وعلى المشاركة الفعالة، وكنت منهم الله باش هاد النقاشات اللي كانت تطبق على أرض الواقع، ونشوفوا أنشطة على صعيد الجهة، أنشطة تربوية ثقافية ترفيهية ليستفدوا منها أبناء فتيان فتيات جميع سكان منطقة سوس مسا، ونتمنى من الله التوفيق للجميع وشكرا. حسن النارور، عضو اللجنه التحضيريه ديال اللجنه الوطنيه للجامعه الوطنيه للتخييم. الاجواء دازت الحمد لله بخير، وممثل جمعيه المول التربيه الاجتماعيه من بعد يعني واحد 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 يعني واحد المخاض اللي هو طويل ديال الجمعيات، يعني تكون المكتب في اخر يعني سميتو تمثلوا فيه جميع الجمعيات، يعني كنحيوا وكنهنئوا الاخوان، وصراحة كان في المستوى. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بعد تحية للمنبر الإعلامي أحداث سوس اللي ديما مواكب الأغلبية الأنشطة اللي كتدز على المستوى الجهوي والمستوى الوطني. ثانيا اليوم يعني كان يوم تاريخي، وكان حدث بارز اللي هو تأسيس الفرع الجهوي الجامعة الوطنية للتخييم، فرع جهة سوس سوس مسا. كان رهان كبير، خصوصا حنا كلجنة تحضيرية كان عندنا رهان كبير أننا نحاولوا نوفروا جميع الظروف والإمكانيات اللي تمكن من أن هذا الجميع العام يدوز في أحسن الظروف. الحمد لله كان تشكل المكتب اللي نتمناه أنه يكون منسجم ويعطي الشيء الكثير للعمل التربوي والمجال والتخييم في المنطقة ديال سوس. وكذلك كنتمناو المكتب اللي خدا الرهان ديال الترافع على مجموعة من القضايا، خصوصا مراكز التخييم، وكذلك الاستفادة مجموعة من الإشكاليات اللي كيعاني منها المخيمات، وخصوصا في الجنوب في الجهة ديال سوس. شكرا. كنشكر الإخوان ديال الأعضاء المكتب الجامعي ديال الجامعة الوطنية للتخييم، في شخص السي إدريس عطية اللي كان هو المشرف على هذا الجمع العام، واللي حقيقة ساعد في النجاح ديالو. كنطلب من الإخوان ديال المكتب الجامعي أنهم يمدوا يد المساعدة لجميع الفروع الجهوية قصد الرفع من مستوى ديال الطفولة والشباب، ومرة أخرى نحن في خدمة الطفولة والشباب. شكرا. بداية نحن جد سعداء ونحن نأتي على نهاية هذا أشغال هذا الجمع العام التأسيسي لفرع الجمعية الجهوية للجامعة الوطنية للتخييم. نتمنى إن شاء الله من هذا المولود الجديد أن يحمل الجديد وأن الجديد بالنسبة للجمعية التربوية، وأن يكون إن شاء الله بادرة طيبة لجمع أولا جميع الأطراف، أطراف الجمعيات التي تهتم بالتخييم على مستوى جهة سوس مسا. لا تفوتنا المناسبة كذلك أن نشكر جميع الجهود المبذولة سواء من طرف ممثل الجامعة السي إدريس عطية،
كذلك السي محمد العواد مدير دار الشباب الذي فتح لنا أبواب المؤسسة وكذلك القاعة ووفر جميع المستلزمات لإنجاح أشغال هذا الجمع العام. نحيي جميع الجمعيات التربوية والمنظمات التي حضرت هذا الجمع العام. كان نقاش جدي، كانت اقتراحات، الحمد لله تشكل المكتب، ونتمنى إن شاء الله أن تتوج أشغال هذا المكتب هذا بالنجاح وأن يأتي بالجديد للطفولة وللشباب المغربي. وتحية. شكرا. أشرف كانسي، عضو بالجمعية المغربية التربية الشبيبة، رئيس فرع القليعة. نحن اليوم في إطار تأسيس المكتب الجهوي للجامعة الوطنية التخييم بدار الشباب الحي الحسني أكادير. هذه اللحظة عرفت أجواء ديمقراطية، أجواء انتخابية، حضور منظمات وطنية مهتمة بالتخييم. بطبيعة الحال كانت الأجواء في البداية كانت فيها نقاش جدي، نقاش ولو أنه كان نقاش بطبيعة الحال اللي فيه نوع من مشاحنة ومن ربما بعض الصراعات، ولكن الحمد لله أنه في الانتخابات يعني تم انتخاب بشكل لوائح، وتم أسفر الانتخاب بانتخاب الأخ حمادي مصطفى رئيسا للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، والذي نتمنى له التوفيق في هذه المهمة وفي هذا التكليف الجديد، ونباركه باسم عضو داخل لاماج الجمعية المغربية للتربية الشبيبة. شكرا. انا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. دونك اليوم كانت واحد المحطه تاريخيه، تاسيس المكتب الجهوي ديال الجامعه الوطنيه للتخييم، اللي صراحه كانت واحد المحطه تاريخيه ومحطه ديمقراطيه اللي حضروا فيها جميع تقريبا المنظمات الوطنيه وكذلك الجمعيات المحليه. كان النقاش، كان احتدام، كانت واحد مجموعه تاع الامور، لكن كتصب ما هو تربوي، ما هو اخلاقي. الحمد لله الاخوان انهم نجحوا وتمكنوا بانهم يخرجوا بواحد المكتب جهوي اللي هو تمثل جميع المنظمات الوطنيه وكذلك جميع المناطق الجغرافيه ديال الجهه. نتمنوا الحمد لله الاخوان اللي كاينين والثقه اللي درت فيهم انهم نكونوا عند حسن الظن ديالهم، وشكرا والله يوفقنا لما فيه الخير ان شاء الله الرحمن. We'll be right back.